بعض أجهزة الكمبيوتر بيكون هناك عدد من المستخدمين لجهاز واحد، وأحيانا بيكون هناك بيانات على درجة عالية من الحساسية لا يجوز الدخول البعض على هذه البيانات. فإزاي يتم التأكد في كل مرة يدخل فيها أحد هؤلاء المستخدمين للبيانات الموجودة على الكمبيوتر أو تسمح له الدخول من خلال هذه الوظيفة الموجودة في نظم النعي؟ والله هو في انواع موجوده في نظم النوافذ، انواع من المستخدمين. في مستخدم اسمه ادمنستريتور، يعني هو الشخص المسؤول عن الشبكه او مسؤول عن الجهاز. ده نوع اللي هو يعتبر اعلى نوع او اعلى رتبه من الرتبات الموجوده في المستخدمين. يلي نوع تاني ممكن نقول عليه ريدر او قارئ. ده بيبقى من سلطته ان هو يقرا بس، يا اما بعض الفولدرز يا اما بعض الفايلز، يا اما يدخل ما يقدرش يمسح اي حاجه، مجرد مشاهد فقط. يا اما ممكن ادخل على ان انا جست، على ان انا عابر كده او زائر. يا اما ممكن ادخل على ان انا مثلا في ايدي بعض الصفات من الادمنستريتور وبعض الصفات من الجست. بمعنى انا مش هاخد سلطه الادمنستريتور كلها ولا هاخد سلطه الجست كلها، لا انا هاخد شويه من هنا على شويه من هنا. ده اللي بيتحكم فيه طبعا الادمنستريتور او النتورك ادمنستريتور، الشخص المسؤول عن الشبكه داخل المؤسسه ديت. طبعا اي نتورك جوه منظومه لازم بيبقى مسؤول عنها ادمنستريتور، يا اما واحد يا اما اثنين. الادمنستريتور ده في ايده ان هو يعمل كل حاجه، في ايده ان هو يعرف يوزر جديد، في ايده ان هو يشيل يوزر، في ايده ان هو يعدل بعض بيانات الخاصة بيوزر معين، في ايده ان هو يدي حقوق لبعض اليوزرز او يسحب منهم بعض الحقوق. فاصبح الادمنستريتور ده هو الشخص المهيمن، فما ينفعش يبقى في منه كتير، لانه اصبح لو في منه عدد هتؤدي الى مشكلة، اصبح المركب بقى ليها كذا رئيس، ففي الحالة دي هتغرق. انما احنا بنستعيد عن الادمنستريتور ده بشخص كمان، بس لو واحد تعب اصبح التاني موجود في الشغل. فاصبح دلوقتي جهاز واحد ممكن يدخل عليه كذا يوزر، وكل يوزر ليه حقوق او كل مستخدم ليه حقوق مختلفة عن اليوزر التاني. طب دي هتفرق في ايه؟ قالك والله الادمنستريتور لما بيجي يعرف اكاونت جديد بيقول ان فلان الفلاني اللي صاحب اليوزر نيم كذا ده الخواص بتاعته كذا، والباسورد هو هيديها لك اول مره، يا اما انا بدي له انيشال باسورد وهو لما بيدخل بيعمل ريسيت للباسورد ويدخل الباسورد الخاصه بيه. فهيجي اليوزر يقعد على جهاز ما داخل الشركه، اي جهاز موجود على النتورك، وهيدخل اليوزر نيم بتاعه. اليوزر نيم ده هو الاوثنتيكيشن او التاكد من هويه من يدعي ان يكون. بمعنى ايه الكلام ده؟ والله انا بدعي ان انا محمد ده الاكونت بتاعه نوعه ادمنستريتور. طب الكمبيوتر هيسالني، الكمبيوتر عايز يعرف قول لي جواز المرور بالنسبه لك ايه؟ جواز المرور بالنسبه لي هنا اصبح هو الباسورد. لو دخلت لي الباسورد زي اللي موجوده عندي بتاعت محمد اللي هو من النوع ادمنستريتور هدخلك، لو ما دخلتها غلط خلاص انا مش هدخلك. اصبح دلوقتي الاوثنتيكيشن اللي هي التاكد من هويه محمد، واليوزر بيدعي ان هو محمد، ولو تم التاكد ان هو محمد هسمح له ان هو يدخل على الجهاز. فاصبح عندنا اول خطوه هي الاوثنتيكيشن. والله اليوزر دخل باسورد صح، خلاص انا فتحت له الجهاز بكل الاوثورايزيشن او كل الاوثوريتي الخاصه باليوزر محمد. لو هو من النوع ادمنستريتور اصبح كل حقوق الادمنستريتور ملك الشخص ده، اي حاجه يقدر يعملها جوه الجهاز ده. طبعا في بعض الفيشرز ثانيه الخاصه بالادمنستريتور اللي هو ممكن يمونيتور او يشاهد اي جهاز موجود على النتورك، ممكن مثلا يطلع يوزر من على النتورك، يدخل يوزر جديد على النتورك، وات ايفر من اي اكشن ممكن يعمله، اصبح كل ده ممكن تحت ايد الادمنستريتور. ده بالنسبه للاوثنتيكيشن. طبعا اي عمليه اوثنتيكيشن تليها عمليه اوثرايزيشن زي ما احنا اتكلمنا، والاوثرايزيشن تعني صلاحيات. انا والله تاكدت ان الشخص ده هو ادمنستريتور من النوع ادمنستريتور او من النوع اليوزر العادي، فانا هديله الصلاحيات بتاعه
الاكونت الخاص بيه اللي كان متفق عليها من قبل النتورك ادمنستريتور. هل كل واحد من المستخدمين يستطيع ان هو يوجد لنفسه لهويته الشخصيه صلاحيات تخصه ما يقدرش يشوفها حد تاني حتى لو كان الادمنستريتور؟ والله هو الادمنستريتور يقدر يشوف كل حاجه. وحسب برضه احنا نرجع تاني نقول حسب الاكونت تايب بتاع اليوزر ده. لو اليوزر ده ادمنستريتور اصبح ان هو يقدر يعمل حاجات خاصه بيه وممكن يعملها انكربشن وديكربشن زي ما احنا شفنا الكلام ده، وممكن يخلي بعض الناس موجودين معاه على النتورك يشوفوا او يشاركوا معاه الفولدر ده او الفايل ده، ويسمح لناس معينه انها تدخل مثلا تريد فقط، ويسمح لناس ثانيه انها ترايد فقط، ويسمح لناس ثالثه ان هي تريد وترايد وليها كل الفول اكسس على الفولدر ده، حتى ممكن يمسحه. اوكي. بالنسبه لليوزر العادي ايضا اصبح موضوع الشيرنج متاح بالنسبه له، يعني ممكن يشير اي فايل، انما ان هو يدخل على فايل شيرد ويقدر يعدل فيه او يعمل فيه بعض التعديلات المعينه، لا ده لازم برضو ايه حسب صاحب الفايل ده عمل اكسس ازاي. يعني هو اللي عامل الفايل ده شير قايل ان ممكن اي حد يعدل فيه ولا لا، وهل عامل ان الاكونت تايب ادمنستريتور بس هو اللي يقدر يشوف الفايل ده ولا اي حد موجود على النتورك. فدي برضو موضوع تاني احنا برضو ممكن نبص ليه في حكايه الفايل شير. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة بنشكركم، وإلى وعد بلقاء قادم إن شاء الله وحلقة جديدة ودوت نت. We'll be right back.